مخيم هذه السنة أقيم تحت شعار المخيم إبداع تربية وترفيه، إلى جانب الأنشطة الترفيهية التي تقام بالمخيم، فتميز جمعية النور للتنمية والتكافل الاجتماعي في مجال التخييم هو تميز في البرنامج، حيث الأطفال اللي كيجوا معنا كيستافدوا من مجموعة ديال الورشات التكوينية، استفدوا من السلامة الطرقية، استفدوا من البرنامج الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التظلم التربوي، استفدوا كذلك من ورشات ديال الأنشودة، من الورشات ديال السلامة الطرقية اللي نظمتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، استفدوا كذلك مع الدكتور سنينات، استفدوا كذلك من الورشة اللي نظمتها الجمعية المغربية لتشجيع القراءة هنا ومع بشراكة مع جمعية النور، استفدوا كذلك من اليوم الأولمبي ومن أنشطة رياضية. فالمخيم إلى جانب الجانب الترفيهي فهناك جانب تربوي، هناك دروس داعمة للتلاميذ عندهم نقص في بعض المواد، وهناك كذلك خرجات تربوية. كل ذلك يتم بفضل الأطر، جمعية عندها تقريبا 40 إطار مكون مختلف ديال الدرجات، فسعداء بالتواجد ديالنا معنا الإطار الوطني سي جمال ميموني، معنا الإطار كذلك سي محمد حمدون، سي محمد بالعاتيق، معنا كريمة عليوي، معنا مجموعة ديال الأطر اللي عندهم مختلف ديال الدرجات ديال التكوين، وأنا سعيد بالاشتغال مع هذا الطاقم التربوي الذي يقدم كل الخدمات، وهذا بشهادة ديال الآباء اللي كيزورونا بالفينة والأخرى للإطلاع على الأحوال ديال الأبناء ديالهم، وكيكونوا سعداء وعبروا على السعادة ديالهم وعبروا على الثقة ديالهم فإن الأبناء ديالهم يخيموا مع جمعية النور للتنمية والتكافل الاجتماعي بفضل غينا البرنامج الذي يقدم للأطفال خلال هذه المحاضرة. يعني بلا بغينا نقولوا تذكار ديال التفوق في هذه المرحله ان شاء الله. نتمن ونقدر ونهنئ جمعيه النور للتنميه والتكافل الاجتماعي على نجاح المرحله ديالها. باسمكم سيد المدير المحترم ومن خلالكم نهنئ كافه الاطر التربويه والاداريه، ونحيي بحراره الاطفال الصغار واليافعين لأنهم هما اللي نجحوا المرحلة.